مرحبا بكم. صناعة الهواتف بحاجة إلى تغيير، والسبب في ذلك هو عدم استحداث ترقية جذرية في هذا المجال. لكن الوضع قد يتغير بعد أن أبدى إيلون ماسك اهتمامه بصناعة الهواتف الذكية، وذلك من خلال شركة تسلا التي تخطط لإصدار هاتف يحمل اسم موديل باي. سلام من الله عليكم متابعي قناتها التعلم. عند شراء هاتف جديد فإنك تعرف مسبقاً كافة مميزاته، وبعد أن تقتني إصداراً جديداً فإن أكثر ما يمكنك الحصول عليه هو كاميرا إضافية أو ربما تعديل بسيط في ترتيب الكاميرات فقط، إضافة إلى شاشة أكبر وبعض التحسينات الداخلية مثل زيادة في حجم الذاكرة العشوائية. الأمر أشبه بدفع المال للحصول على نفس الهاتف مرة أخرى، حيث إنك لن تلاحظ مطلقاً تلك التحسينات الطفيفة أثناء استعمالك للهاتف. ومع ذلك فإن عشاق شركة تسلا ليس عليهم القلق، لأن الشركة التي تنتج أفضل سيارات كهربائية في العالم سيكون بمقدورها إنتاج أفضل هاتف ذكي في العالم بخصائص فريدة من نوعها. اسم الهاتف مقتبس من أسماء سيارات الشركة التي تضيف دائما كلمة موديل لاسم السيارة. وقبل أن نتحدث عن الهاتف سنتحدث قليلا عن سيارات الشركة. لا تهتم شركة تسلا بأداء المنتج فقط، فهي تهتم بالمظهر أيضاً، فمثل ما يمكن القول إن سيارات الشركة هي أفضل سيارات كهربائية في السوق من ناحية الأداء، فإنه بإمكاننا القول أيضاً بأنها الأفضل من ناحية التصميم. سيارات تسلا أنيقة وجذابة بطريقة تسمح لها بالاندماج مع البيئة المحيطة بها، وهو الأمر الذي سينطبق على الهاتف الجديد الذي ستنتجه الشركة أيضاً. أعطت الشركة الكثير من الاهتمام لتصميم الهاتف، مما يجعل المستخدم معجباً به حتى قبل استخدامه. ومن أهم مميزات التصميم أن لون الهاتف يتغير حسب درجة إضاءة البيئة المحيطة به بفضل طلاء الفوتوكروميك. كما تمت إضافة شعار الشركة على ظهر الهاتف مثل ما تفعل شركة أبل، لأن تواجد شعار الشركة هناك يعطي المستخدم انطباعا بأن الهاتف يستحق الثقة. على ظهر الهاتف أيضا توجد 4 كاميرات بمميزات رائعة، حيث سيكون بإمكان المستخدم توجيه الهاتف نحو النجوم والتقاط صورة عالية الجودة بتفاصيل لا يمكن الحصول عليها عن طريق استخدام هاتف آخر. كما أن الكاميرا قادرة على التركيز بسرعة فائقة، ولذلك فلا حاجة لتثبيتها لبضعة ثوان قبل التصوير للحصول على صورة واضحة. شركة تسلا مختصة في التقنيات الكهربائية بما في ذلك تقنيات الطاقة الشمسية، ولذلك لا عجب في أن يتم تزويد الهاتف بشرائح يمكن من خلالها شحن البطارية بمجرد تعريض الجهاز لضوء الشمس. كما أن خبرة مهندسي الشركة الطويلة في مجال تطوير البطاريات تعني أن الهاتف سيكون الأفضل في السوق من ناحية استهلاك الطاقة. سيكون بإمكان المستخدم الاستمتاع بالتصوير وتصفح الإنترنت وحتى ممارسة ألعاب الفيديو دون الخوف من نفاذ البطارية بسرعة. ستحتوي الواجهة على كاميرا، لكنها ليست كاميرا عادية، إنها كاميرا مخفية تحت الشاشة ولن يلاحظ أحد وجودها. ذلك يعني أن شاشة الهاتف بالكامل ستكون متاحة للاستخدام دون وجود أي جزء مخصص للكاميرا. وبما أن الشركة ماهرة في إخفاء الأشياء فقد تم إخفاء ماسح البصمات تحت الشاشة أيضا، وبالتالي فإن وضع الإصبع على الشاشة سيكون كفيلا بإلغاء قفل الهاتف. ستكون اللوحة الأم للهاتف فريدة من نوعها، لأنها ستكون من تصنيع الشركة. كما أن تسلا تستخدم مادة جديدة طورتها بنفسها لزيادة الكفاءة الحرارية، ولذلك فإن أشباه الموصلات ستكون أفضل من تلك التي يتم استخدامها في بقية الهواتف. لكن ما الذي سيكون بمقدورك فعله بواسطة هذا الهاتف؟ بالتأكيد سيكون بإمكانك القيام بأمور عادية مثل إرسال واستقبال الرسائل والمكالمات وتصفح الإنترنت وتثبيت التطبيقات والتقاط الصور، لكن ذلك ليس كل شيء، حيث سيكون بإمكان الهاتف القيام بأمور أخرى لا يمكن لهاتف آخر القيام بها. سيكون موديل باي قادراً على تعدين العملات الرقمية وبالخصوص عملة مارس، التي يقال إنها ستكون العملة الرسمية على كوكب المريخ في حالة نجاح البشر في غزو الكوكب الأحمر. وبما أن نظاماً تجارياً متكاملاً يمكنه أن يقوم على تلك العملة، فإن موديل باي سيكون أشبه بصراف آلي يمكنك حمله في جيبك. بما أن إيلون ماسك يملك شركة سبايس إكس، فإن ذلك يعني أن الهاتف سيكون قادراً على استعمال الأقمار الصناعية التابعة للشركة، وهي أقمار مشروع ستارلينك، أي أن استعمال الإنترنت سيكون ممكناً دون الحاجة لوجود شريحة هاتف. وذلك ليس على الأرض فقط، حيث يمكن أن تغطي شبكة ستارلينك كوكب المريخ أيضاً.
هناك مشروع آخر يحرص آيلون ماسك على تطويره، وهو مشروع شريحة نورالينك التي من الممكن أن يتم استعمالها في الهاتف الجديد أيضاً. بفضل هذه الشريحة سيكون الهاتف قادراً على قراءة المعلومات من الدماغ البشري مباشرة. يتمتع الهاتف أيضاً بميزة التكامل مع بقية منتجات شركة تسلا، ذلك يشمل السيارات الكهربائية والبطاريات المنزلية وحتى ألواح الطاقة الشمسية. لكن كيف ستتم صناعته؟ هناك طريقان يمكن أن تسلكهما الشركة. الطريق الأول هو الاعتماد على شركات أخرى كما تفعل أبل، لأن شركة أبل في الحقيقة لا تصنع الهواتف بل تقوم بتصميمها فقط، وبعد ذلك تقوم الشركة لها بتصنيع الهاتف في مناطق مختلفة من العالم، وأبرز شريكين لها هما فاكس كون وبيغاترون. هناك يعمل الآلاف من العمال الذين يركبون الهواتف حسب التصميم الذي حددته الشركة. وإذا اتبعت تسلا هذا الطريق فإن أول ما يجب القيام به هو إبرام عقود مع شركات أخرى لتصنيع الهاتف. أما إذا سلكت الشركة الطريق الثاني فذلك يعني تصنيع الهاتف بالكامل من طرف الشركة، وهو أمر يعشقه آيلون ماسك الذي لا يعتمد على أي شريك في أعماله. بناء مصنع للهواتف لن يكون صعبا بالنسبة لشركة تسلا، فهي تملك الموارد المالية وتملك مهندسين خبراء أيضا. الشركة التي تملك الإمكانيات الكافية لتحويل كتلة من المعدن إلى هيكل سيارة دون الاستعانة بأي شريك سيكون بمقدورها صنع هاتف بسهولة، كما أن عملية دمج تقنيات الهاتف مع التقنيات التي تملكها الشركة سيكون أسهل إذا ما صنعت تسلا الهاتف في مصانعها. ما رأيكم أنتم؟ هل ستكون شركة تسلا قادرة على تقديم هاتف بالمواصفات التي تحدثنا عنها؟ وإذا حدث ذلك فهل سيكون هناك هاتف قادر على منافسة موديل باي؟